جزاكم الله خيرا. بعد الصلاة وبعد التسبيح والتهليل والتحميد 33 مرة أقول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد 33 مرة، هل هذا بدعة؟ وجهوني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مطلوبة ومشروعة، طيب، ولكن توقيتها بوقت معين أو عدد معين يحتاج إلى دليل، ولا دليل على هذا العمل الذي ذكرته هذه السائلة وهذا العدد الذي ذكرته. نعم.